ولهذا قال أهل العلم إن من أعظم الأمور المعينة على كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة كتب الحديث، قراءة كتب الحديث. الآن لما تقرأ في هذا الكتاب المبارك رياض الصالحين تتكرر الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بتكرر الأحاديث، كلما قرأت حديثا صليت على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.